السلام عليكم يا عم اسماعيل. نعم اخويا، ايه اللي جايبك هنا؟ اعتبر ان ربنا هو اللي بعتني ليك. نعم يا خفيف، ربنا بعتك ليا؟ ولا اتكلم على طول، انا ماليش في شغل المجازيب ده. حاضر، هما كلمتين مفيش غيرهم. كفايه كده. اوعدك كفايه. ايه بقول لك؟ ايه شغل الجنان ده مش معايا. لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم اسماعيل، كفايه عنده ومكبره مع ربنا. بالله عليك يا عم اسماعيل، محدش بينازع ربنا في ملكه. عمرك ما هتعرف تعمل حاجه بره ارادته. وانت يعني لا مؤاخذه والله، مهما حاولت تحمي ابنك من عايده، هتعرف تحمي من ربنا؟ واديك شفت النتيجه اهو، ولاء الغلبانه. ولاء دي يا عم اسماعيل اول حبه في السبحه مش اخرها. والله لو قررت ما هنعرف نوقفها. روح قول الكلام ده لابوك واختك. والله قلت وهفضل اقوله. بس انا جاي لك انت عشان انت حبيبي. استهدى بالله يا عم اسماعيل، وكفايه لحد كده. بدل ما الخساره تبقى 10، اتقي الله في اهل بيتك وخاف. اللي جاي يخوف والله. انت جاي تهددني في بيتي يا كلب يا ابن الكلب. خدوه ارموه بره، ادوا له عليه موت عشان يتعلم الادب. ايدي طيب، ايدي جر. يلا على مهلك. طيب يلا جروه. ايدي طيب، ايدي طيب، ايدي طيب. يا ناقصك انت كمان. بهدلت الحقيقه، موت وضرب. حاولنا يعني يجيبنا اتفرجت جامد قوي يعني. طيب مشهد مهم من المشاهد المهمه طبعا، طبعا فنان عملاق زي رياض الخولي. يعني بتاخد وتدي منهم برضو كل ما بيكون. انا بتالي تحدي فكره الاجيال والخبره. طبعا انا لسه يعني انا فاكر المشهد ده كويس. انا ده اول مره اشتغل مع استاذ رياض، واول مره ان هو متقابل في مشهد وان تو وان بقى كده قصاد بعض. صعب برضه.